بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن مرض مشهور ومعروف، رغم إن هو يعني بينتشر في أوقات وأوقات تانية بيخف شوية كده، إلا إن هو يعني مش مختص بالبطاطس لوحدها، ده مختص بكذا حاجة، تمام؟ ولكن بيظهر جليا يعني على نبات البطاطس. المرض ده هو اسمه الريزوكتونيا، تمام؟ او مرض تقرح الساق والقشرة السوداء في البطاطس، تمام؟ المرض ده هو يا جماعة يعني بيصيب كتير من عائلة البزنجانية، وقبل كده قلنا العائلة البزنجانية بتشتمل على البزنجان وعلى البطاطس وعلى الفلفل وعلى الطماطم. فالمرض ده هو بصراحة، أو الفطر الريزوكتونيا ده هو، الريزوكتونيا سولاني ده هو يعني مسبب مشاكل للعائلة البزنجانية، ومش بس في مرض تقرح الساق والقشرة السوداء في البطاطس، لا ده حتى ذبول البادرات وعفن جذور وعفن قاعدة الساق، يعني هلم جرة والدمبنج أوف، أو اللي بسموه ذبول البادرات، تمام؟ ده بيسببه الفطر الريزوكتونيا ده هو، تمام؟ لما بيجي للبطاطس، بيجي للبطاطس أول حاجة بيأثر عليها، بيأثر على الإنبات، لأن الإنبات بيتأخر قوي وبيعمل لي تقرحات في الساق بتاعة البطاطس حتى وهي صغيرة، وهي ما تزال الضرنة قبل الإنبات تحت التربة، تمام؟ الفطر بتاع الريزوكتونيا ده هو بينتقل عن طريق اما ان هو بيكون في التربة اللي انت حصدت منها النبات، يعني انت زرع بطاطس السنة دي، هيستنى سيادتك عشان يرحب بيك السنة الجاية وانت تستقبله استقبال الفاتحين، تمام؟ وده اللي بيحصل يعني. او ان سيادتك تكون مخزن تقاوي بطاطس فيها الفطر، ومع ذلك بتنقلها انت اللي بنفسك وعلى نفسها جنت براقش، بتاخد الفطر بتاع السنة اللي فاتت تحطه بس في التلاجة، وبعد كده بتطلعه في بداية شهر 10 او في العروة التانية وبتزرعه، انت اللي بتعمل كده في نفسك، تمام؟ هو ما بيعملش حاجة لدرنة البطاطس نفسها، ولكنه يعني بيأثر في الشكل التجاري بتاعها. طبعا ما بتتباعش لان عليها الحاجات السوداء اللي انتوا شايفينها في الفيديو دهيت اللي بنعرض عليها، وبتظهر كتير عندنا حالات في البطاطس اللي بنزرعها في اي مكان، تمام؟ بيظهر الفطر اكتر في الاراضي الخفيفة يا جماعة، بيظهر في الاراضي الخفيفة والجف، الجو الرطب الجاف، الرطب اللي هو الحرارة بتاعته عالية شوية، تمام؟ الدافي الرطب يعني، تمام؟ بتلاقي المرض بينتشر فيه، تمام؟ طيب بالنسبة للمرض ده هو ليه عدة حاجات المفروض ان احنا بنتبعها، تمام؟ بنتبعها علشان نعمل اجراءات احترازية من المرض ده هو، الا وهي ان حضرتك تستخدم تقاوي سليمة كويسة، علشان المشكلة انك انت لما بتحط التقاوي بينتج عن التقاوي ده هي النبات بيكون ضعيف شوية، الانتاجية بتاعته برضه ما بتكونش اللي هي، ان هو اذا انت ما كنتش بتدور في الارض على طول وعينك على البطاطس، فبتلاقي ما بتكتشفش المرض ده هو الا يعني في نهاية الموسم، بتلاقي البطاطس عندك باللون السيء ده هو، تمام؟ فاول حاجة بتعملها انك انت بتختار البطاطس بتاعتك اللي انت هتكسر منها التقاوي ان هي تكون كويسة. على فكرة المرض ساعات كمان بيجي في التقاوي المستوردة، اصل الاوروبيين يعني ما عليهم على فيش راسهم على مش على راسهم ريشة، ده بيعكوا برضه هم كمان، يعني احنا ما كانش عندنا عفن بني، والعفن البني جالنا منين؟ جالنا من عندهم، ولما جالنا من عندهم العفن البني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم قالوا ده رجعوا الشحنات، فاكرينها في 98 ولا في كام؟ رجعوا الشحنات بتاعت البطاطس، تمام؟ وفي الاخر قالوا لنا والله احنا اكتشفنا مرض، وعملوا لنا بقى قصه البيست فري اريا للجماعه بتوع مصر اللي حافظين القصه دي،
ويدخلونا في دوامة يعني. فهم برضو التقوي اللي تجيلك من عندهم افحصها كويس وبصوا فيها كويس، لأن في ناس أساسا ضعاف النفوذ بيدخلوا الشحنات دهيا، وكله بيمشي بالحب وبالشاي بالياسمين يعني، والقصص دي احنا مشتهين عنها. تمام، فإنك تزرع دورة زراعية، ما أعتقدش إن إحنا بنعمل دورة زراعية إلا في مزرعة 6 أكتوبر بس، أو ممكن فلاح يكون ملتزم كده بيعمل دورة زراعية. أما إحنا البيفوت بنمسكه من أول يوم، نقعد نزرع فيه 10 سنين، نزرع صيف وشيت وصيف وشيت وعلى طول كده، ودي مشكلة طبعا. تمام، وإنك بتختار زي ما قلنا الدرانات بتاعتك تكون كويسة، تجنب إن أنا أزرع زراعات كثيفة علشان ما تعمليش مجموع خضري قوي، وبالتالي طبعا مفيش تهوية، وبالتالي الفطر هينتشر وهيبقى زي الفل. الحاجة بقى اللي احنا بنقول أعتى المبيدات بتاعة الريزوكتونيا، انك انت تجيب مبيدات كويسة وتبدأ تعامل التقاوي. طب نعامل تقاوي ازاي؟ انت لو انت راجل فلاح، لو انت راجل مزارع كده عندك حاجة بسيطة، يا ريت تجيب الكيس كيسين بتوعك، وتجيب برميل كده هو 200 لتر مية، وتجيب الريزوليكس معاك وشوية توبسين وتخلط على بعضه. تمام، ومنقط، وتحط التلاتة على بعض كده، وتنقع البطاطس فيه 5 دقايق كده، وبعد كده تطلعها، انقعها مرتين، ايه المشكلة يعني؟ تمام، مش زي البلانتر ما بيزرع كده بكب شوية عليهم وخلاص. لا، انا كنت بمسك حاطط ماتور كده وبغسل البطاطس غسيل بالحاجات ديت عشان ما تظهرليش، لان حاجه هي معامله بسيطه ولكن بتكون سبب في ان انا ما بيظهرش عندي في جهاز بيفوت مثلا، هيصعب عليا ان انا اكتشف الحاجات دهيا الا اذا كان في كنترول كويس جدا على المزرعه اللي انت فيها. يا ريت برضو الناس اللي هي بتزرع في الاراضي الصحراويه، يا ريت تقلب الارض بتاعتك، مش لازم تقلبها يعني قدام البطاطس، ممكن تقلبها او تحرثها مرتين في الصيف، بحيث انك انت تعرض الارض ده هي تاخد لها حمام شمس كده على البحر، بحيث ان هي يعني الفطر طبعا عدوه هو الشمس والجو الجاف، ما لا يمكن اساسا الفطر طبعا بيقف في الظروف ده هي. دي كانت قصة الريزوكتونيا، واللي هي يعني موجودة وتقريبا بنلاقيها في كل أرض، النسبة بتختلف نسبة وتناسب على حسب الإجراءات الاحترازية اللي بيعملها الفلاح أو بيعملها المزارع الكويس من المزارع اللي هو بيسلق بيت. شكرا لحضراتكم، أتمنى لكم تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.